احتج ساكنة دائرة واد مرة بولاية الأغواط أمام مقر الدائرة تنديدا بما وصفوه بسوء تعامل رئيس الدائرة مع المواطنين، مطالبين برحيله كونه أهان وقلل من احترام العشرات وبابه دائما موصد في وجه العامة. هذه وقفة سلمية احتجاجية على تصرفات رئيس دائرة واد مرة، ونستنكر بشدة هذا العمل الذي لا يمثل الإدارة، ونستنكر بالأعمال التي يقوم بها دائما بإهانة المجتمع المدني، بإهانة ممثلي وجمعيات حقوق الإنسان في دائرة واد مرة. أول حاجة رئيس دائرة يلزم يرحل، كمجتمع مدني تعرضنا لأكثر من استفزازات، باه ترفع انشغال يلزم يضغطوا عليك. انا المواطن من واد مرة راني جاي على جال شاف دائرة، شاف دائرة راه شتم لي طفلة اختي خدامة في الليسي، طيح لها وشتمها وما راش نرقد منه. انا شاف دائرة لازم بالرحيل. رئيس الدائرة رد على المحتجين وأكد استحالة استقبال الجميع خاصة في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا. المزيد مع زكريا أبو داود. بالنسبة لاستقبال المواطنين، احنا عندنا في ظروف استثنائية انتهاء الكوفيد نستقبل المواطنين بالواحد وبالزوج وإجبارية البافيت. كيجي داخل مواطن مش دار البافيت يقول له دير البافيت، يتنوى ويزعف ويقول لك يعني يشوفها باللي تقليل من الاحترام تاعه ولا الاخر. اما بالنسبه للاستاذه نتاع الثانويه، جاتنا شكاوي من عند منظمه المجتمع المدني ومشينا تنقلنا، قال لك عدم احترام الاجراءات الوقائيه في الثانويه. تنقلنا لقيناهم فعلا مش محترمين الاجراءات الوقائيه، ومن الحارس حتى السيده هذه قلنا لهم ديروا البافيت تاعكم، وهي فسرتها باللي راهو تدخل وراهو منه في الاخر، وبالك لا يحق لرئيس الدائره انه يجي للمؤسسه ويراقبهم ويهضر معاهم.